ان كمل شاء الله. جولتنا مع ام خالد، وهنروح على استاد التتش نشوف ام خالد، تشوف استاد التتش، هنروح نشوف هذا الموضوع. يلا زي ما انت شايفه كده، ده دخلت الملعب، ملعب مختار التتش. طبعا هو تم تجديده الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت، المدرجات، صور الشهداء اللي اتحطت، الحقيقه كل حاجه يعني موجوده هنا. طبعا هنشوفه بقى ده كله، دي ادوات الملعب، يعني في ادوات هنا للملعب، وفي كل حاجه. يعني هو زي ما انا قلت لحضرتك النهارده، للاسف الشديد ان اللعيبه كلها النهارده اجازه، لان هم لسه راجعين من السفر امبارح، فالنهارده وبكره هم اجازه، لكن ان شاء الله فيما هو قادم ان شاء الله تبقي موجوده معاهم، يعني ان شاء الله. كده احنا هنخش بقى ملعب خلود، خش التتش. حلو، عاجبك؟ ها طبعا احنا هنا عشان مش عايزين نروح الناحيه دي خالص، لانه الناحيه دي المدرج اللي كان قابل، ما عادي لو ده لو تراب حاجه من ريحه الاهلي، يعني حتى لو الارضيه دي تراب برضو حاجه من ريحه الاهلي مش هتزعلني. بتحب الاهلي للدرجه دي؟ بس ان احنا داخلين الاهلي. طبعا طبعا والله العظيم مش عشان اي حاجه، اقسم بالله. انا فعلا بحب الاهلي بجنون، يعني بحبه جامد يعني، وبشجعه جدا جدا. مش عشان مثلا ان احنا بنصور ولا كده، لا. انا بحب الاهلي جامد حتى لو تراب، ان شاء الله. حتى لو طيب. تراب حتى. اتفضل يا خالد، يمكن تكون في يوم من الايام واحد من اللعيبه اللي موجوده هنا داخل النادي الاهلي. و هو كان بيلعب كوره عندنا في اللي هي بالساعه دي وكده، بس هو اكمن يعني معيشه وكده، فهو شغال. اشتغل معاكي؟ اتفضلوا خلينا نتمشى كده برضو. شغال في مصنع بتاع المونتاج. انا بس عايزك تبقي دايما حاسه ان انت كنت في جوه النادي الاهلي، اللعيبه بتتمرن فين، وطبعا زي ما قلت لك واحنا ماشيين، ده كان اللي ورانا الصاله اللي بتلعب فيها الهاندبول والسله والطايره والحاجات دي كلها، الالعاب الصالات يعني. ايوه مبسوطه برضو ان احنا لسه واخدين بطوله برضو بتاعه السله، البطوله العربيه. مبسوطه برضو ان احنا واخدينها، بقالنا فتره ما كناش بناخدها. متابعه السله كمان؟ السله والطايره وكله كله. والله. وانت يا خالد؟ طبعا بنتابعهم كل، اي لعبه بتاعه الاهلي انت لازم نتابعها. اي لعبه الاهلي بيلعبها لازم نتابعها، يد بقى، سله، قدم، اي كوره. مش قدم بس يعني، اي حاجه فيها اسم الاهلي. طيب حاجه للاهلي خلاص معاها. ربنا يديك الصحه يا ام خالد. يعني زي ما قلت لك ده المدرج الشهداء، الصور موجوده طبعا، الحاجات دي برضو، دي دكه البدلاء اللي موجوده، اللي بيبقى دايما هو اللعيبه بتطلع، هي دي اوض اللعيبه اللي تحت دي، ايوه اللي مقفوله دي اوض اللعيبه، بيخشوا يغيروا جوه. خالد برضو عشان تبقى فاهم، مؤمن زكريا برضو قاعد هنا، ربنا يشفيه. يا رب ان شاء الله، مؤمن طبعا، ربنا يا رب، ربنا يقومه بالسلامه. فاللعيبه هنا بتطلع من هنا، هنا هتلاقي في صالات الجيم والحاجات الخاصه باللاعبين، و يعني اللعيبه بتطلع من هنا تقعد بقى في الدكه دي. فيعني كده تقريبا انت يعني شفتي كل حاجه تخص النادي الاهلي اللي موجود هنا على الاقل في مقر النادي الاهلي في الجزيره. اتفضلوا اتفضلوا، انا عايزكم برضو تقعدوا عشان خالد كده لما يروح للي ما بيشجعوش الاهلي يقول لهم انا كنت قاعد مكان. وانت برضو ابو خالد؟ ايوه طبعا. تقول لهم انا قعدت في المكان اللي بيقعد فيه المدير الفني وال ها ايوه كل حاجه واللعيبه. انت بقى بتحب اكتر حد مين بتحبه في اللعيبه اللي موجوده دلوقتي؟ انت قلت لي علي معلول. علي معلول دايما بيقعد هنا، تلاقيه قاعد على الشمال برضو. ايوه. فلانه بيلعب باك شمال فبيقعد ناحيه الشمال. ايوه. رفعاته جامده. على طول في العادي على الدماغ على طول الرفعات بتاعته علي معلول. جاب جون ضربه الجزاء امبارح الحقيقه كانت. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا كده برضو. اقعد بقى انت على يميني يا ام خالد، وخالد على شمالي، تعالى اقعد انت هنا يا خالد. اتفضل يا ام خالد هنا.
ام خالد المدير الفني الجديد للنادي الاهلي النهارده هتدينا التعليمات النهارده من المكان اللي احنا قاعدين فيه. ماما كابتن موسيماني يطلع حد ولا كده؟ اقول له طب ليه طلعته ليه؟ ماما ماشي كويس والله. وانت يا خالد بتعمل ايه؟ طبعا ساعات بتضايق شويه اللي هو تطلع، بس اهم حاجه نكسب الماتش، اهم دي اهم حاجه. واللعيبه بتلعب حلو طبعا، والحمد لله الماتش بيمشي زي الفل كل حاجه. الحمد لله. يعني لو انت قاعده بقى مكان موسيماني وعندنا الماتش الجاي، هتلعبي بمين؟ مين اللي هيلعب؟ الشناوي يلعب؟ بقى الشناوي مصاب، فعلي لطفي اللي هيلعب. انا العب. تلعبي ايه طيب؟ تلعبي ايه لو انت بتلعبي؟ العب ايه؟ راس حربه يعني ولا باك ولا؟ ممكن راس حربه. راس حربة عشان تجيب اجوان، عشان تفرحي الناس. اقول له ده انا اجيبه. وانت خالد؟ طبعا انا بحب العب باك يمين. باك يمين؟ زي محمد هاني يعني. زي اكرم توفيق. صح؟ بتحبهم الاثنين؟ ايوه بحبهم طبعا، ما فيش لاعب في الاهلي ما بحبهمش. امبارح نزل شويه ولع الماتش صراحه. صراحه كان كويس جدا امبارح. كان كويس والله، هو نزل سخن الماتش شويه. برضه محمد هاني مش وحش، كويس، ربنا يوفقهم يا رب. ربنا يكرمهم يا رب جميعا، يا رب كلهم يصلح حالهم ويكفيهم الشر، اهم حاجه ويكفيهم شر الاصابات يا رب ان شاء الله. يا رب رب يصلح حالهم. شرفتينا ونورتينا يا ام خالد، يعني انا سعيد جدا جدا. طبعا مبسوطه وفخوره ومن جوايا كده بيزغرط عشان ان انا جيت هنا في النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه، ومتشكرين جدا على قبولك ان انت تكوني موجوده معانا النهارده في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي هو بيتنا الكبير طبعا، اللي احنا دايما بنكون موجودين فيه، احنا 24 ساعه قاعدين في النادي طبعا. فبشكرك جدا يا ام خالد، وان شاء الله القادم دايما افضل ان شاء الله. متشكرين جدا، ربنا يخليك، شرفتي ونورتي. متشكرين يا خلود. شرفتي ونورت. نورك طبعا، نتشرف ان احنا نيجي هنا طبعا، نيجي نشوف استاد الاهلي ولاعيبه الاهلي وطبعا كل حاجه في الاهلي. ده شرف لينا طبعا. طيب ده كان تقريرنا مع ام خالد، مشجعه مصريه اهلاويه وسيدة مصرية عظيمة جدا كسيدات مصر الحقيقة. زي ما حضراتكم شفتوا، هي جولة بسيطة جدا بنحاول أن ندخل البسمة على واحدة من مشجعات النادي الأهلي. ربنا يكرمها وربنا يكرمنا جميعا، إن شاء الله النادي الأهلي يظل دائما فوق جميع أبنائه، عشان دايما الكلمة دي بتزعل ناس كتير، فيظل دائما النادي الأهلي فوق جميع أبنائه. شكرا.